تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. محمد شبانه الاعلامي الحر النزيه، الاعلامي اللي ما فيش على راسه بطحه ولا مسيس ولا بيتجه لشخص دون شخص اخر او بيتجه لفريق دون فريق اخر. محمد شبانه علق على تصريحات مهمه من محمد فضل وكمان حازم امام لاعب نادي الزمالك الاصبر. قال كلام فيه منتهى الأهمية وصفع الاتنين بالأدب وبالذوق وبالعقل وبالمنطق بسبب تصريحاتهم، وإن لسانهم بيكتب حاجات. وفجأة تلاقي حازم إمام بعد ما كتب الكلام راح عدل البوست وعمل بوست آخر بما معناه يعني، وراح نشر تصريحات إن نادي الزمالك اتظلم ولجنة الانضباط دي موجهة ولجنة الانضباط دي ظالمة وإزاي في ظلم واقع على نادي الزمالك، وتجاهل تماما اللوائح والقوانين وتجاهل تماما موقعه كمسؤول في اتحاد الكوره. تخيل لما يطلع حد مسؤول في اتحاد الكوره ويدلي بتصريحات ضد نادي الزمالك ومع النادي الاهلي وهو يكون منتمي للنادي الاهلي، تفتكر الزملكاويه هيقولوا عليه ايه؟ ومع ذلك حازم امام بس للضغوط الشديده اللي بيتوقع عليه من قبل رئيس نادي الزمالك ومن قبل جماهير نادي الزمالك ومن قبل لجان مرتضى منصور الالكترونيه والاعلاميه. فطلع عمل بوستين، البوست الاولاني قال والله ما لينا دعوه، والله ما لينا ذنب، والله ما لينا قرار، والله ما نعرف، والله اكنه ممسوك بتهمه وبيدافع عن نفسه زي ما يكون حرامي اتمسك واتمسك بالسرقه وبيقول والله انا والله ما عملت، والله اكنه كده بالظبط، وكان ان هو يعني مخول ان هو لازم يطلع ويدافع عن نفسه علشان اللجان الالكترونيه والضغط اللي بيوقع او بيوقع عليه. دي رقم واحد. رقم اتنين، عمل بوست اخر بان لجنه الانضباط هي المسؤوله وهي الظالمه وهي الموجهه ضد نادي الزمالك وفي ظلم على نادي الزمالك، وهذا الامر مشين تماما بمسؤول يتهم لجنه انضباط فيها بعض او قامات كبيره من المسؤولين والقانونيين والقضاء الاجلاء اللي هم كانوا من شهور على منصات القضاء وبيلقوا باحكام لصالح فلان وضد فلان بما يرضي الله وبما يرضي القانون واللوائح الى اخره. كونك ان انت بتشكك في قاضي، بتشكك في نزاهه قضاء، فدي طامه كبرى. نفس الامر اللي بيعمله مرتضى منصور والنهج اللي بيتبعه مرتضى منصور. وكمان اتكلم كابتن شبانه او الاستاذ محمد شبانه على محمد فضل والبوست اللي عمله في نفس السياق، ان ازاي العقوبه تطلع بعد 4 شهور وان ازاي كهربا ما يتوقفش وازاي وازاي وازاي، ورد عليه رد مفحم. انت كمسؤول يا اما تقول كلام عقلاني ومسؤول يا اما ما تتكلمش، انت كنت في النادي الاهلي، انت كنت مش عارف ايه. هيجي الناس هتقول لك ده بيقول شهاده حق، فين الحق في انك تقول نص الحقيقه مش الحقيقه كلها؟ لان اللوائح والقوانين بتنص على ان اللجنه اللي جايه المفروض تيجي بالانتخاب مش بالتعيين. وامبارح مطلع لي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي مطلع لي المتحدث الرسمي بتاعه يضحك على الناس كلها ويقول دي لجنه قانونيه واحنا عرضناها على الفيفا. يا حبيبي انت عرضتها على الفيفا وقلت لهم يا فيفا انا الناس دي انا عينتها بس هطرحها في اول جمعيه عموميه عاديه علشان الانتخاب، وهذا لم يحدث. يعني الناس دي حتى الان جايه بالتعيين ولم تنتخب، ليه ما انتخبتهاش يا بيه؟ ما تقدمهاش بقى في جمعيه عموميه عاديه، لا قدمها في جمعيه عموميه غير عاديه. ليه؟ لان انت ما عينتش منصب واحد او اتنين او ثلاثه، لا ده انت عينت لي اللجنه كلها بعد ما مرتضى طفش اللجنه الاولانيه ان هو هددها وقال لها هعمل وهعمل، راحوا قدموا استقالتهم ومشوا وجبت له لجنه تانية على هواه وعلى مزاجه زي ما جابوا له قبل كده حكام على مزاجه علشان ياخد بطوله. كل ده وكل الكلام اللي بيتقال ده ما اتقالش في تصريحات لا فندم اللي اسمه حازم امام ولا التاني اللي اسمه محمد فاضل.
طيب انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاستاذ محمد شبانه قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانه قال ايه واداهم المنقي خياره ازاي بالادب والذوق، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. تاني نقطة صديقي الكابتن حازم إمام، وهو يعني من الأصدقاء المقربين الحقيقة مني، نزل على صفحته كلام في ما يوحي ويظهر أنه هجوما على لجنة الانضباط. خليني أقول لكم الكلام اللي نزله الكابتن حازم إمام، وبعدين الكلام بعد شوية اتشال وتحط كلام تاني نسب لتصريحات ليه في راديو. فأخد ده وأخد ده. خلينا نبدأ باللي نزل في الأول. كابتن حازم إمام، واخد بالكم حازم إمام لما يتكلم بيتكلم بصفته هو في الآخر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول. هو أظهر الكاف، هو خالد الدرداري، ما هو أهلاوي، هو بركات أهلاوي، ما كل واحد في حازم نجم من نجوم الكرة المصرية الكبار جدا في تاريخها ونجم زملكاوي يعني. لكن في الآخر هو عضو مجلس إدارة في هذا الاتحاد الذي يدير اللعبة والذي تتبعه لجنة الانضباط والتظلمات. خلينا نقول كابتن حازم قال مع كامل احترام للجنة الانضباط وقراراتها، الا اني معترض اعتراض كامل على قرار اللجنة، وهذه وجهة نظر الشخصية، وغير موافق تماما، ويوجد ظلم كبير على نادي الزمالك. ولو كان هذا القرار ايضا لنادي الزمالك سيكون رأيي هكذا ايضا. وبخصوص الانسحاب، كنت اتمنى ان يلعب نادي الزمالك المباراة وكامل احترام لدولة الامارات، وما حدث الامر ضد تسويقي، ولكن ما حدث من دولة الزمالك شيء طبيعي. من حقهم ان هم يعترضوا من الظلم الذي تعرض له، ولن يشعر احد بما يمر به جمهور نادي الزمالك، وهذا حقهم، ويجب معالجه الامور في الفتره القادمه. وكما اكدت ان ما يحدث من اتخاذ قرارات بشان هذا الموضوع، اتحاد كره القدم لا يزال اي قرار فيه. هو كابتن حازم كاتب وجهه نظره الشخصيه، وغير موافق على القرارات، وشايف ان في ظلم على نادي الزمالك. طبعا اللي كاتب يمكن الادمن اللي كتابه شويه مش كويسه الصياغه يعني، وبعدين حتى كاتب ان لجنه الانضباط وهو الكلام على لجنه الاستئناف في الاوقاف والعقوبه الانضباط ادت عقوبه 12. رجع تاني اتشال من بوست ونزل بوست تاني. اهم تصريحات كابتن حازم امام على الراديو: ارفض قرار لجنه الاستئناف والزمالك مظلوم. حازم امام: قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم، ولم يشعر بها الا من كان زملكاوي. قال حازم امام او مجلس اداره في التصريحات: اصبحت اكثر من لعبه كره القدم، ولكن نسعى دائما للحلول. واكمل امام: لجنه الانضباط والاستئناف لجان منفصله، ليس من حق اتحاد الكره التدخل في قراراتها. واضاف: احترم واقدر لجنه الانضباط والاستئناف، ولكن غير راضي وارفض قرار اللجنه حول الازمه الاخيره، وتابع قرار نادي الزمالك باعتذار عن المشاركه في مباراه السوبر الكره، لانه شعر بالظلم. انا هنا مش بعاتب على شعور الكابتن حازم امام كزملكاوي وشايف انه، بس هو كمسؤول ما كان يجب ان يتحدث، لان هذا الحديث يقلل من شأن لجنة الاستئناف والتظلمات، ان فيها سادة مستشارين اجلاء محترمين اخذوا القرار، وهذه اللجنة تتبع اتحاد الكورة اللي احد اعضاء مجلس ادارته الكابتن حازم امام. فانا شايف ده تصريح جماهيري ليس اكثر من ذلك، لكنه كمسؤول ما كان يجب ان يتحدث حتى لو مش راضي. يعني لو انا مش راضي على موقف في شيء انا بديره، انا كنت عضو مجلس نقابه الصحفيين وكنت سكرتير عام، ممكن موقف انا مش راضي عنه، او موقف انا مش موافق عليه، او موقف مثلا كنت بجتهد فيه وما حصلش في المجلس، لكن عمري ما اطلع كده تقديرا للمؤسسه اللي انا عضو. انا النهارده اقدر اتكلم في بتاعي مش موجود، لكن وانا موجود ما ينفعش اتكلم. حلو كده. فما كان يجب الكابتن حازم ان هو يتكلم مع كل التقدير لرايه، لانه هذا الراي يقلل من شان لجنه الاستئناف اللي هي التظلمات تماما. وقبل كده الكابتن حازم كان ليه تصريح تاني، او حط على الاكونت بتاعه على الفيسبوك، قال فيما معناه، واخدته عنه اخدوا عنه موقع الوطن، قال فيما معناه او اكد نصا يعني: والله العظيم الاتحاد ملوش دعوه بالموضوع، ان كان في قرارات لجنه الانضباط او قرارات لجنه الاستئناف، كل لجنه بياخدها قضاه محترمون وقراراتهم مستقله. تمام خلاص. هو بيقول للناس احنا ملناش دعوه، هو بيقول للناس ايه؟ احنا ملناش دعوه. ده الكابتن حازم ماشي، لكن انت بتقول رايك في قرار يتبع لجنه قضائيه. انا عايز اي مسؤول في اتحاد كره قدم في العالم انتقد في لجنه قضائيه عنده في الاتحاد، مش هتلاقي. لكن ربما الضغوط الجماهيريه على الكابتن حازم كان لها تاثير في تصريحه. هو في الاخر كابتن حازم شخصيه محترمه ومهذبه طبعا، ولا تقديرها وقيمتها كبيره. تاني في نفس الاطار لفت نظر التصريحات
من الكابتن محمد فضل نجم النادي الاهلي منتخب مصر طبعا الاسبق وصديق عزيز يعني وغالي. وفضل كان عضو او نائب رئيس الاتحاد اعتقد وقتها مع السيد عمرو الجناين اللجنه اللي كانت اتشكلت، كان عضو اللجنه الخماسيه اللي كان بيرأسها السيد عمرو الجنايني، وكان مسؤول كان هو وكان معاه احمد عبد الله وكان معاه جمال محمد علي وصحر عبد الحق وعمرو الجنايني، اعتقد دول خمسه على ما اتذكر يعني. فضل عمل تصريحات اثارت لغط. بص فضل قال ايه؟ قال لك واقع حصلت ايا كان المخطئ، هل ينفع القرار يطلع بعد اربع شهور وقبل مباراه سوبر؟ مستحيل، ده غير منطقي، النادي الاهلي له حق مليون في الميه لان القرار صدر بعد اربع شهور من شهور من تاريخ الواقعه وقبل بطوله مهمه. ماشي الحق كده مع الاهلي. في نفس الوقت قال الكابتن فضل قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لان القرار الصادر من لجنه الانضباط يجب تطبيقه. ماشي. رجع تاني قال بمنتهى الامانه، وانا هنا مش بقول وجهه نظر، انا بتكلم عن لوائح، القرار بايقاف تنفيذ عقوبه كهرباء قرار خاطئ 100%. كابتن فضل هنا بيتكلم ان القرار خاطئ 100% وضد اللوائح. انت عاوز تعمل حاجه بتوقف القرار ده ممكن تقلل العقوبه، مالكش الحق تزودها ما دام اصدرتها، لكن توقف العقوبه لحين النظر ده خاطئ تماما وغير قانوني. المشهد كله واللي حصل كله عبث ولا يليق لا بزمالك ولا اهلي ولا بعد. مفيش حاجه اسمها توقف القرار لحين الفصل. المنطق والصحيح ان ايقاف اي لاعب يستمر لحين الفصل مش العكس، ان القرار يتوقف لا قرار بيتنفذ لحين الفصل. انا افتكر في السوبر لما كنا موجودين حصلت مشكله اكتر من لاعب اخطا توقف كهرباء، انا ما اشعرش كمان الايقاف اتنفذ وقتها لحين الفصل فيه ولجنه التظلمات قللته بعد كده. انا شايف ان الزمالك عمله صح ومنطقي وحقه القرار اللي تم اتخاذه من قبل لجنه التظلمات غير قانوني. ده كلام مين؟ كابتن محمد فضل. طبعا الكلام ده لما يتقال ان قرار لجنه التظلمات غير قانوني ويتقال كده للعامة للعوام يعني غير قانوني، يبقى المستشار عادل الشربجي والناس اللي معاه دي موجهة. هل ده كلام يريد يتقال من الكابتن فضل؟ يعني الاهلي معاه حق، قال لك اربع شهور وما ينفعش تصدر القرار قبل بطولة مهمة زي السوبر، طب ليه ما ينفعش؟ مش هي لجان مستقلة؟ مش دي لجان مستقلة؟ وهو الكابتن فضل مش عارف ان كان في لجنة واستقالت في نهاية يناير وعلى ما شكلوا لجنة جديدة وعلى ما بدأوا يشتغلوا وعلى ما اتعمل لهم مقر وعلى ما استلموا الملفات وعلى ما ذاكروه وعلى ما بعتوا جابوا الورق وعلى ما استدعوا الناس وعلى ما حققوا وعلى ما عملوا وفي الآخر طلعوا قرار. مش كده؟ واللجنة التانية استنت ال 10 أيام وكان في أجازات وبعدين قعدت لقت مستجد جديد. طب الكابتن فضل ما قالناش رأيه في المستجد الجديد بتاعة لجوء الأهلي للقضاء الإداري في صحة تشكيل لجنة الانضباط. يعني لقيت حد بعت لي النهارده بقول له يا استاذ محمد هو ليه بقى حتى في الكوره بقى نجوم كبار لهم مكان، يعني الكابتن فضل لها مكان عند الناس، لانه فضل كمان شخصيه متزنه وراجل شاطر اداريا وانا بحبه لانه محترم وشاطر وعنده فيجن بصراحه يعني. فحد بعت لي فيديو قال لي وهو الناس النهارده بتخش تقول ارائها في موقف زي ده يعني كنوع من انتقامي نتيجة مواقف سابقة، فقلت له مش فهمتش. قلت له يعني ايه؟ قال لي فاكر فضل كابتن محمد فضل لما كان له خناقة مع الكهرباء في الملعب، مش فاكر ده كانت بطولة كاس سوبر ولا ايه يا شباب؟ كان كاس مصر بين الاهلي كان بيلعب راعي الجيش واللي خد البطولة الاهلي والاهلي خد البطولة، فكان نازل كابتن خطيب ما اعرفش كان ايه اللي بين يعني كهرباء وفضل قبليها، كان في حاجة ما انا مش فاكر ايه الموضوع يعني. مش فاكر كان ايه، كان في حاجه قبليها كده مضطره على خطوه ببعض، فكان نازل كابتن مؤمن زكريا وروني الفيديو احنا بنتكلم. انا عايز الفيديو من اوله يا شباب، مش معقول يعني، مش معقول انا بتكلم في واقعه وانت جايبين لي اخر الفيديو. بص فضل، بص فضل وكهرباء ايه اللي بيحصل. بص هذا المشهد لو تفتكروه اهو، ادي مؤمن زكريا الاول مع كهربا سلم عليه، كابتن محمود الخطيب كان واخد الكابتن مؤمن زكريا ومتجه مع ده درع الجو، ده احنا فريق درع الجو مش كاس مصر انت كتبته. فادي كهربا اهو فضل. بص هذا المشهد وقتها كان غريب جدا، وقتها كان مشهد غريب جدا. فوالله حد بعته لي قال لي يعني يا فندم هل يجوز ان قضيه زي دي ودي ناس لها مكانه ومؤثره، يعني راي محمد فضل على فكره محمد فضل من الشخصيات والكوادر الاداريه اللي انا شايف ان هم متزنين جدا ولهم مستقبل جدا.
ده احتفال التفويض الاهلي بدرع الدوري في هذا العام من 3 4 سنين او من سنتين 3 كده. حلو كده. فهل بسبب دي فرصه للكابتن محمد فضل انه ينتقم بقى باثر وجعي ويتكلم عنه؟ ليه بقى بقول لكم كده؟ انت التصريح عن الله كل واحد هيفسره. احنا الوقت ده اسمه الوقت الحرج في القضيه، اي قضيه ليها وقت حرج. هذا او هذا التوقيت هو توقيت الوقت لما تيجي تحلل، يبقى اي قضيه بتثير الراي العام اللي رايه دلوقتي يختلف بعد اسبوعين لما يحكم عليها. لكن دلوقتي الناس بتحكم بدمها ولبها. اللي مع الاهلي هيفسر بحبه للاهلي وانتمائه للاهلي، مع الزمالك هيفسر بحكم انتمائه للزمالك. في الموقف اللي انت قال له فضل هتلاقي بتوع الاهلي بيقول لك شوف خيانه ما اعرفش ايه، بتوع الزمالك بيقول لك شوف ادي كلمه الحق وحكم من اهلها ما اعرفش ايه. فدي تصريحات الحقيقه كانت مدهشه جدا 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 بالنسبه لي. وادي اهو برضه كلام الكابتن محمد فضل ان قرار الزمالك بالاعتذار على الصوره صحيح، لان قرار صدر مجلس الاداره يجب تطبيقه. المهم طيب مش عايز اطول كتير في الكلام ده، بس انا ارجو من الاصدقاء الاعزاء وهم اسماء يعني دول الناس اللي مفترض هتقود الرياضه المصريه 20 سنه الجايين، فارجو ان هم يعني يبقوا عارفين ان في وقت اسمه الوقت الحرج في القضايا. لما تيجي تتكلم وتقول يا اما تسكت، لو انت مسؤول تسكت وتقفل، ثم لكل مقام مقال. يعني لما يجي وقت عايز تقول في رايك بس مش الفتره الحرجه، لان كل التفاسير دلوقتي مبنيه على العاطفه مش على العقل. يعني لو انا بقول كلمتين دلوقتي بقول الزمالك من حقه ينسحب وكده لا بايز عليهم، يعني معاهم هقول اصل في نفس الوقت بيراميدز ما حدش بيحرك يمين وشمال، هم حرين اوكي الزمالك لا يزعلوا، لان دلوقتي الاحكام بالعاطفه. بنفس الاطار طبعا الكلام واضح وصريح. ازاي حازم يا امام؟ ده انت يا راجل ده انت عندك قضيه تزوير، ولولا حسن حمدي كان زمانك بسابقه زيك زي رئيسك مرتضى منصور. انت مش اتهمت وادنت في قضيه تزوير عقد جده ولا انت نسيت؟ ولولا المشير طنطاوي اتصل بالكابتن حسن حمدي وقال عشان خاطري اتنازلوا عن القضيه علشان ما ينفعش، فراح قرر النادي الاهلي ان هو يتنازل عشان حسن حمدي يعني قرر انه يسيب حق النادي الاهلي، وده المفروض ما كانش حصل وما كانش تم. ولو المرحوم صالح سليم كان في نفس هذا الموقف ما كانش رضي بهذه المهزله، ولكن النادي الاهلي سامحه وتنازل، على الرغم ان دي المفروض ما بقاش فيها تنازل. يعني في قضايا السرقه ما بقاش فيها تنازل، قضايا التزوير المفروض ما يبقاش فيها تنازل، لان انت بتتنازل عن حقك المدني او بتتنازل عن حقك الجنائي، ولكن الدوله ليها حق. فالدوله طرمخت على حازم امام اللي ودينا بالتزوير وتقدم للمحكمه، ولكن النادي الاهلي تنازل عن حقه، وهذا الامر كان يعني ما كان يجب من الكابتن حسن حمدي. ده اولا. ثانيا يا حازم يا امام، انت رضخت لمرتضى منصور لما بيطلع يقول لك فين حازم امام؟ فين حازم امام اللي مستخبي تحت السرير؟ وشتمك وبهدلك لدرجه ان امك قبل كده ست والدتك، بلاش امك يعني ست والدتك، بس احنا بنتكلم بطريقه بلد يعني ناس ولاد بلد، احنا مش ناس بنتكلم بالشوكه والسكينه، بس ماشي ست والدتك ماجي هانم الحلواني لما طلعت شتمت مرتضى منصور على الاكونت بتاعها على فيسبوك، يعني قالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك لانك انت بتقول كلام مش مظبوط، وابني وقعدت تدافع عنه. بعد كده انت رضخت للجان مرتضى منصور الالكترونيه والاعلاميه اللي بتهاجمك على اكونتك، فانت قررت تقول ماليش دعوه ما اعرفش حاجه والله منظور. وبعد كده ابتدى بقى ايه يخبط بقى في اللجنه، لا اللجنه ازاي ده المفروض كانت عملت وسوت، ده كهرباء مش عارف ايه. طب وانت كنت فين يالا حازم لما الافندي شيكابالا عمل الحركه القذره بجسمه لجماهير النادي الاهلي؟ كنت فين لما الواد اسمه ايه ده هو حازم الواد امام عاشور قال الالفاظ القذر على رموز النادي الاهلي؟ كنت فين لما مرتضى منصور ليل ونهار ونهار وليل بيشتم مصر كلها؟ كنت فين؟ ها دلوقتي طالع وبتقول مظلومين؟ هو ايه اللي ظلم؟ ايه اللي ظلم؟ اصلا مرتضى منصور قدم شكوى في النادي الاهلي في كهربا ان هو قال حطه صح،
تمام، وقال ان هو ادعى ان الكلام ده لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك، ده بخلاف الحقيقه لان هو بيتكلم على الهدف حطه صح. انتوا بقى نيتكم وحشه ده شيء يخصكم، ولكن لما مرتضى منصور قدم شكوى في كهربا، كهربا راح مقدم شكوى برضه في مرتضى منصور. حلو الكلام، حلو الكلام يا عم حازم، كلام جميل. اللجنه قالت تعالى يا كهربا عشان نحقق معاك، حققت مع كهربا. قالت لمرتضى منصور تعالى نحقق معاك، مرضيش، مرضيش، قال لا انا مش هتحقق معاك. ده اللجنه دي فيها وفيها 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 وفيها، راحت اللجنه استقالت. اذا ما طلعش قرار لان مفيش لجنه، قعدت لها 10 15 يوم ولا 20 يوم عبال ما عينوا لجنه، عشان اللجنه دي عشان خاطرنا نرجعوا مش هرجعوش، قعدت شهر شهر ونص واللجنه مش قاعده والمكان شاغر. راح وزير الرياضه عين ناس مكان اللجنه. حلو الكلام، كلام جميل. بعد ما عين الناس دي قالوا لمرتضى تعالى عشان نحقق، يقول لا مش هتحقق معايا. طيب خلاص يا عم مرتضى، انت ايه اللي يرضيك؟ خلاص احنا بص احنا هنعمل عليك عقوبه كده، فيك اي كلام ملهاش 900 لازمه، شهرين و 300,000 جنيه، انت كده كده ما بتحضرش وكده كده ما بتدفعش، بس احنا هنلب كهربا ب 12 مباراه ومليون جنيه. ازاي يا عم؟ اهو كده. في لائحه بتقول كده؟ لا مفيش لائحه. طب في نص قانوني؟ لا مفيش نص. طب انت جبت الكلام ده منين؟ اهو من دماغي. خلاص خلاص امين. بعد كده قلبوا في الورق، عدلوا في الورق، لقيوا اصلا ان اللجنه دي معينه، وان المفروض اللجنه اللي تصدر القرارات هي لجنه منتخبه مش معينه. فالنادي الاهلي قدم في القضاء الاداري، ودي قضيه اداريه مش حاجه فنيه، الفني فقط هو اللي النادي الاهلي يعاتب عليه، او يعني النادي الاهلي يقولوا له انت غلطان ان انت لجأت للمحاكم، لان الامر ده امر اداري وليس امر فني. يعني مثلا كوره مثلا جت هدف والكوره مش هدف والحكم حسبها، لا يحق للنادي الاهلي ان هو يروح يشكي الكره المصريه او يشكي الحكم في المحاكم، ما ينفعش، لان ده امر فني. لكن الامر الاداري لا يجوز، والدليل على كده ان مرتضى منصور نفسه راح اشتكى في المحاكم للتلات عيال بتوعه اللي ايدهم عشان يتايدوا، واتحكم له وايدهم بحكم محكمه. اذا الامر الاداري ملوش علاقه بالامر الفني، بس عشان نبقى فاهمين وعارفين عشان ما حدش يضحك عليكم بكلمتين. اما الشق الثاني وهو محمد فضل، محمد فضل محمد شبان احرجه، قال له عشان انت في غضاضه بينك ما بين كهربا في الموضوع بتاع تسليم جايزه درع الدوري، لما انت كنت شايل ابن مؤمن زكريا ورايح علشان تقف جنب مؤمن زكريا لان كان الكابتن خطيب معاه واخده والسيده حرمه في الناحيه الثانيه، وانت كنت ماسك الواد الصغير على ايدك، فمؤمن زكريا يعني بيكرموه بيدوله دفعه معنويه على البنص، راح ده بيقول له اوعى انت رايح فين؟ قال له ايه؟ قال له عم بتمدش ايدك، بتمد ايدك ليه؟ يعني اصلا مين اللي بدا بالشجار والخناق؟ هو محمد فضل، وده لا يجوز وعيب وما يصحش. بس احيانا بيبقى في لعيبه بتغير من بعض، في لعيبه بتكره بعض، في لعيبه بتحقد على بعض، ده شيء طبيعي. لما واحد يبقى نجم في النادي الاهلي وعنده نوع من انواع الكاريزما وعنده نوع من انواع اللينك بينه وما بين جماهير النادي الاهلي، فده ممكن يضايق البعض او يحرق دم البعض، فعمل المشكله دي. فبالتالي لما جه التصريحات اللي قالها دي قالها بناء على خلفيه المشكله القديمه اللي حصلت ما بين محمد فضل وما بين مؤمن ما بين كهربا بعد ما كان ماسك ابن مؤمن زكريا. اذا الامر بيبقى في ترتيبات وفي حاجات وفي تظبيطات وفي يعني امور كده. وطبعا فضل مش ناسي لما اطرد من لجنه تعاقدات النادي الاهلي او من شغله في النادي الاهلي لما كان هو وحسام غالي وهيثم عرابي، فلما اختلفوا الثلاثه وكانوا في تداخل في الاختصاصات، ده يجيب لاعب لا ده ما يجيبش، ده احنا هنجيب لا مش هنجيب الى اخره. فاللي انا عايز اقوله ان اذا كان تصريحات محمد فضل، بص على قبل تصريحات محمد فضل كان في ايه ومع مين، مع نفس اللاعب، فشيء طبيعي الكرة جت في ملعب محمد فضل يخبط في اللاعب ويشوط في اللاعب. بس يا محمد يا فاضل، هل انت شفت حيثيات القرار او الحكم؟ هل انت شفت ان اللجنة دي
اتعطلت وتهددت، اللجنه الاولى اتعطلت وتهددت وقذفت من رئيس نادي الزمالك، كنت فين وقتها يا محمد؟ ما قلتش ان المنصب ده فاضل يعني فاضي لمده شهر عشان اللجنه مش موجوده وده سبب من اسباب التاخير. ومع ذلك لو في حاجه قانونيه ضد اللاعب، هو كل ده عشان كهربا يا نهار اسود. يعني ده لاعب واحد اللي عامل فيكم كده، امال لو 3 4 لعيبه كانوا عاملوا فيك ايه؟ بس اقول لكم على حاجه، مرتضى منصور ما صدق ليه، والله العظيم مرتضى منصور عارف ان لو لعب النادي الاهلي، النادي الاهلي هيدوس على وشه هيديله، فقرر ان هو ينسحب ويعمل ويضحك على جماهيره، هو استاذ في الضحك على الجماهير، استاذ غبي والله العظيم غبي، وحياه ربنا غبي، قرار غبي، قرار غبي انك تنسحب من كاس السوبر. لو فزتوا كنت هتاخد مليون دولار، انت عارف مليون دولار يعني كام مصري؟ يعني حوالي مثلا 45 مليون مثلا، خمسه من نص غرامه كهرباء، تخيل لو فزت بالسوبر نص غرامه كهرباء، ولو ما فزتش هتاخد نص مليون دولار بما يعادل 25 مليون تقريبا، انا ما حسبتهاش بس انا بحسب بالتقريب. فاحنا بنقول لمحمد فضل وحازم امام بتراعوا وبتيجوا على 85 مليون او 86 مليون اهلاوي، وبتبصوا بس ليه ال 7 8 مليون زملكاوي في مصر. هنيئا لكم بال 7 مليون زملكاوي في مصر. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم من الشراوي، والسلام عليكم.